والله وضعوا بنزين مو زين. احنا على البلد صار لنا نص ساعه واقفين على السره. يعني هذا الوضع، يعني احنا بالبلد نفطي، يعني مو بمكان اخر، يعني مو بقريه، مو بالش اسمه بالقضاء، احنا بالمدينه يعني هيك. بس القضاء والمدينه يعني قضاء والقريه شلونه الوضع. والله نطالب المحافظ يدخل على الموضوع، والمنتوجات مدير المنتوجات خلي يطلع على الميدانيه على المزيخانات، شو الوضع شلونه، هذا ليش صاير هيك. والله يا اخي هاي صار له فتره 4-5 ايام بنزين ماكو، كل البنزيخانات نروح نلزم سنه طوابير 4 ساعات 5 ساعات لمن ما ناخذ بنزين، لو يلحقنا سره لو ما يلحقنا سره. شنو السبب ما نعرف، السبب وين ما نعرف، نريد السبب احنا نشوف شنو هاي الوضعيه. تعبنا، لا نفط اكو، لا غاز اكو، لا بنزين اكو، لا كهرباء اكو، شنو هاي؟ بس كركوك من دون المحافظات، بس كركوك. نريد يسوي لنا حل المحافظ. شوف منو؟ علي الفريجي. شوف مو وضعيه هذا. والله استاذ ماذا اعرف، يعني قبل يومين او ثلاثه كانت الامور حلوه وطيبه وكل المحطات توزع وماكو ازدحام، حتى المحسن اللي ب 650 ما عليه ازدحام. فما اعرف يعني خلال هاليومين صارت هالازمه. يقولون اللجنه اللي كانت جايه من بغداد حتى تشوف الوضع هنا راحت رجعت لبغداد، فمن رجعت فصار فلتان، فما اعرف بعد المقصر منو، دائره المنتوجات او المحطات او زخم صار، فما اعرف بعد وين السبب. بس نتمنى من السادة المسؤولين واللي موجودين بمحافظة كركوك، سيد المحافظ، السيد مدير المنتوجات، يعني يشوف لنا حل لهالأزمة. هذا اللي نطلبه منكم ومن السادة المسؤولين اللي موجودين بالمحافظة.